إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي شعار المؤمنين وكفار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، ومع اللقاء الرابع ضمن هذه السلسلة من الخطب في بيان حقيقة الشيعة الرافضة الحاقدة، في بيان موقف الشيعة من نقلة الشريعة وحملة راية التوحيد وراية الإسلام، موقف الشيعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف الشيعة الذين جعلوا من محبة آل البيت وتأييد آل البيت ستارا يتغطون به، فاستغلوا كل فرصة وكل مناسبة لإبعاد المسلمين عن دين الله الحق، سواء بإبعادهم عن القرآن بحجة أن القرآن محرف، كما تطرقنا إلى هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، أو بإبعاد المسلمين عن السنة بحجة أن حملة هذه السنة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الأبرار الأخيار الأطهار عند الشيعة قد ارتدوا وكفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنتيجة لا قرآن ولا سنة. فموضوعنا اليوم إذا عن عقيدة الشيعة وموقفهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي عقيدة الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم؟ يكاد يجمع علماء الشيعة وفقهاؤهم وتنطق كتبهم وتصرح مؤلفاتهم بردة وكفر جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة، وهذا الكلام أنقله
وأبو ذر الغفاري، وساق رواية ثانية أن الصحابة ارتدوا إلا خمسة، ثم ساق رواية ثالثة أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا من الإسلام إلا 13. ومهما يصرح الكلي هذا في كتابه صفحة 20
يقول الكليين: سألت أبا جعفر عن الشيخين، أي عن أبي بكر وعمر، فقال: أي أبو جعفر محمد الباقر، قال: لقد فارق الدنيا، أي أبو بكر وعمر مات، لقد فارق الدنيا ولم يتوبا، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أسمعت يوما تقول: إن الفرق بيننا وبينهم في مسائل فرعية، في مسائل فقهية، في المسح أو الغسل على الرجلين؟ لا والله، إن الخلاف بيننا وبينهم متعصب متجدد في أصل الأصول. الذي كان ينزل
من الشيعة. أتدرون لماذا يا حضرات الإخوة والأخوات؟ لأن في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه بالذات دمر الله عرش كسرى، دمر الله الإمبراطورية المجوسية الفارسية الكسروية. في عهد عمر الخطاب دمر الله عز وجل معابد النار في عند المجوس، فلذلك هم يصبون جانب غضبهم على أمير المؤمنين الفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بل يقولون وبئس ما يقولون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وسبحانك ثم سبحانك أن أنقل هذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، تقدست أسماؤك وصفاتك. أتدرون ما لا يقولون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يقول مجلسي في بحار الأنوار: إن الله تعالى أمر الملائكة عند مقتل عمر، لما قتل عمر، أمر الملائكة الذين يدبرون الحسنات والسيئات على الناس، فأوحى إليهم ألا تكتبوا سيئة واحدة على بمقتل عمر رضي الله عنه وارضاه. انهم يسبونه رضي الله عنه وارضاه ويلعنونه الليل والنهار، وفي المقابل يرفعون من شأن قاتله عليه من الله ما يستحق، يرفعون من شأن قاتله ابي
إذا كان المسلمون من أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأتباعه، إذا كنا نذكر الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إذا كنا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في البخاري من قالها 10 مرات في اليوم كان كمن أعتق 10 رقاب من ذرية ولد آدم. الشيعة الحاقدة الرافضة على عكس ذلك عندهم اللهم العرسان من قريش وجدتيها وعفتيها وابنتيهما اللذين حارما دينك وكذبا رسولك وحرفا كتابك، الى والدعاء طويل جدا. ولمعلوماتكم انا عندي الاصل الفارسي مع الترجمه العربيه. يتقربون إلى رب العزة والجلال بسب ولعن وتكفير أقرب وأحب الناس إليه هم صحابته رضوان الله عليهم. فاللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، واحشرنا مع أبي بكر وعمر ومع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، لا مبدلين ولا مغيرين. برحمتك يا أرحم الراحمين توبوا إلى ربكم، فتوبتكم إلى الله هي بداية الطريق إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله ومجتباه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله، هو وإخوانه ووزراؤه وأصحابه جاهدوا في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع طريقته وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، هذه هي عقيدة الشيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا لضيق الوقت قد ذكرت مثالين على ما في بطون كتبهم، ذكرت مثالين على ذلك، ذكرت الراشدين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كما أنني اكتفيت بذكر نموذجين ومثالين من أمهات المؤمنين في الأسبوع الماضي عائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، هل من المعقول، والله أنا اليوم بعد صلاة الصبح وأنا أذاكر في هذا المرض فتساءلت مع نفسي، هل معقول يا جماعة الخير، هل معقول يا جماعة المؤمنين والمؤمنات أن يرتد جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وينتكسوا بعد موته عليه الصلاة والسلام، والذي تولى تبنيتهم وتجهيزهم وإعدادهم لحمل هذه الرسالة من بعده هو سيد المرسلين
الاخوه والاخوات، ينبغي ان نعلم والعلم ينفع ان تكفير الصحابه من ورائه اهداف وغايات. على راس هذه الاهداف والغايات انهم يريدون بذلك اعاده الامبراطوريه النجوسيه الفارسيه الكسرويه. يريدون ان يعيدوا هذه الامجاد، والا فخبروني بربكم بالله عليكم، من الذي قتل الخليفه الثاني الفاروق امير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ أيها الإخوة والأخوات، يا أبناء الشباب، احضروا هذه الهزمة الشرسة، احضروا، فإن القوم تحركوا بخيلهم ورجلهم، احضروا الأنتيميت ومواقع الشيعة وما أكثرها والله، فإنك تجد مقابل موقع واحد لأهل السنة والجميع جماعة 50 ولا 40 من مواقع الشيعة الرافضة، تارة يظهرون عن نيتهم وعن منهجهم، وتارة يستعملون التقية والنفاق الذي يعرفون به. فأسأل الله عز وجل لشبابنا التفقه في الدين، أسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الشفيع يوم الزحام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب أعظم قدوة وأكرم رسالة، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعن التابعين وتابع التابعين، وعن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اللهم إنا نسألك أن توفق إمامنا أمير المؤمنين محمد السادس إلى ما تحبه وترضاه. اللهم جرد سيف أمير المؤمنين على هؤلاء الحاقدين، اللهم جرد سيف أمير المؤمنين على هؤلاء الناقمين، اللهم جرد سيف أمير المؤمنين على هؤلاء المارقين. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعلم بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين
المصلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم.